أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، والرضا عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وعنا بهم وعنا من أجلهم يا أرحم الراحمين. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحل بيننا وبينك بحائل، ولا تشغلنا عنك بشاغل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نفتتح الكلام أولا قبل أن يقرأ في فوائد الإمام الغزالي في كتابه أيها الولد، نفتتح الكلام أولا في الجزء الخامس أو السادس من كتاب طبقات الشافعية التي ترجم فيها للإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني وجدت كلمة نريد أن نقرأها، قال الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الإمام الغزالي: ومن كلام أهل عصره فيه، أي الإمام الغزالي، ما قدمنا كلام شيخه إمام الحرمين وقوله الغزالي بحر مغدق، يعني بحر واسع، خلاص. وقال الحافظ أبو طاهر السلفي: سمعت الفقهاء يقولون كان الجويني، يعني إمام الحرمين، يقول في تلامذته إذا ناظروا في المناظرة: التحقيق للخوافي أو للخوافي، والحدثيات للغزالي، والبيان للكيا. إن الإمام أبو محمد الإمام الحرمين ده كان إمام كبير جدا، فكان ليه أتباع منهم الغزالي تلميذه. فيقول الحدثيات يعني الأمور العقلية واللي فيها حدث للإمام الغزالي، والبيان للكيا أي كيا الهراسي، والتحقيق للخوافي يعني تحقيق النصوص والمسائل. وقال تلميذه الإمام محمد بن يحيى: الغزالي هو الشافعي الثاني. الإمام محمد بن يحيى تلميذ إمام الحرمين قال: الغزالي هو الشافعي الثاني. وقال أسعد الميهني، دي العبارة المهمة: لا يصل إلى معرفة علم الغزالي وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله. لا يصل إلى معرفة علم الغزالي وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله. قلت، أي السبكي، يعجبني هذا الكلام، فإن الذي يحب أن يطلع على منزلة من هو أعلى منه في العلم يحتاج إلى العقل والفهم. فإن الذي يحب أن يطلع على منزلة من هو أعلى منه في العلم يحتاج إلى العقل والفهم، فبالعقل يميز وبالفهم يقضي، أي ويحكم يعني. ولما كان علم الغزالي في الغاية القصوى، واحتاج من يريد الاطلاع على مقداره فيه أن يكون هو تام العقل، أن يكون تام العقل. وأقول، أي برضو الإمام السبكي،
لا بد من تمام العقل مع مدانة مرتبته في العلم لمرتبة الآخر اللي هو يحكم عليه، وحينئذ لا يعرف أحد ممن جاء بعد الغزالي قدر الغزالي، مش حد يعرف قدر الغزالي ولا مقدار علم الغزالي إلا بمقدار علمه هو الشخص ده اللي هيحكم عليه، أما بمقدار علم الغزالي فلا، إذ لم يجئ بعده مثله. ثم المداني له إنما يعرف قدره بقدر ما عنده لا بقدر الغزالي في نفسه، يعرف قدر الغزالي بقدر ما عنده هو، مش بقدر ما عند الغزالي في نفسه. سمعت الشيخ الإمام رحمه الله تعالى يقول: لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من ساواه في رتبته وخالطه مع ذلك. لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من ساواه في رتبته، ها، وخالطه مع ذلك. قال: وإنما يعرف قدره بمقدار ما أوتيه هو من علم الغزالي. وكان يقول لنا: لا أحد من الأصحاب يعرف قدر الشافعي كما يعرفه المزني. فهو المزني أكثر ناس، أكثر واحد عالم الشافعي، فيكون هو الذي يعرف قدر الشافعي. قال: وإنما يعرف المزني من قدر الشافعي بمقدار قوى المزني نفسه، ولا والزائد عليها من قوى الشافعي لم يدركه المزني، ما أدركهاش المزني، أدرك البعض أو الكثير، لأنه كان قريب منه يبقى أدرك الكثير عن غيره، لكن أدرك الشافعي كله لا. وكان يقول لنا: لا أحد من الأصحاب يعرف قدر الشافعي كما يعرفه المزني. قال: وإنما يعرف المزني من قدر الشافعي بمقدار قوى المزني، والزائد عليها من قوى الشافعي لم يدركه المزني. وكان يقول لنا: لا يقدر أحد النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره إلا الله تعالى، وإنما يعرف كل واحد من مقداره بقدر ما عنده هو. قال: فأعرف الأمة بقدره صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ولذلك كان ثاني واحد في الأمة، لأن معرفته بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل الصحابة، خلاص. قال: فأعرف الأمة بقدره صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه أفضل الأمة، خلاص. قال: وإنما يعرف أبو بكر من مقدار المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تصل إليه قوى أبي بكر، وثم أمور تقصر عنها قواه لم يحد بها علمه ومحيط بها علم الله تعالى من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فما حدش يعرف مقدار الغزالي ده إلا شيوخه مثلا، ممكن نقول شيوخه يعرفوا، لكن برضو إيه، يفوتهم أشياء. ونرجع إلى كتابنا ونقرأ في أيها الولد. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن نبيه وعنا معه: لا تكن أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا ومن الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد. لا تكن من الأعمال مفلسا، كأنها حكم، كأن الإمام الغزالي يقول حكم يعني. لا تكن من الأعمال مفلسا، الأعمال الجوارح، ومن الأحوال، أحوال القلبية، خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد، إن علمك المجرد بالأشياء لا يأخذ بيدك إلى الله تعالى، إنما علم مقترن بعمل، والعمل إما عمل جوارح أو عمل قلوب. مثاله: لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد مهيب
فما ظنك؟ ما ظنك؟ لو كان على رجل، أي معه في البرية 10 أسياف هندية، يعني أسياف قاطعة، مع أسلحة أخرى، رماح وما إلى ذلك، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد مهيب، ما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره منه بلا استعمالها وضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فهكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وعلمها وتعلمها ولم يعمل بها، لا تفيده إلا بالعمل. قال: هل تدفع الأسلحة شره، أي شر ذلك الأسد منه عن ذلك الشخص الرجل، بلا استعمالها وضربها، بدون أن يستعمل الأسلحة دي، وخلاها في الغماد، خل السيوف في الغماد بتاعتها ولم يخرجها حتى يدفع عن نفسه الأسد، يدافع عن نفسه الأسد. ومن المعلوم أنها لا تدفع، هذه الأسلحة لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. في مسألة كده، قاعدة، لما تمر القاعدة نذكرها ونشرحها، أن الأشياء تؤثر بالقوة وتؤثر بالفعل. السيف في الغمدي وفي غمده يؤثر بالقوة، إنه شأنه أن يقطع خلاص، فإذا أخرجت من الغمد وضربت به يبقى أثر بالفعل خلاص. فالتأثير بالقوة والتأثير بالفعل، التأثير بالقوة زي السيف في الغمد، طب التأثير بالفعل إن أنا أخرجه من الغمد وأضرب به. فهنا بيقول إن التأثير بالقوة لا يجدي، إنما التأثير يجب أن يكون بالفعل حتى ينتج. ماشي؟ إن أنا معايا السيوف والسيوف في غمادها والأسد بيهجم علي، فلو تركتها في غمادها أكلني الأسد، لكن لو خرجت أحد السيوف وقتلت به الأسد وطعنته فقد ذهب ما بي ونجحت. ماشي؟ وإن أنا نجوت من الأسد. هل تدفع الأسلحة شره، أي شر الأسد منه، أي عن ذلك الشخص، بلا استعمالها وضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. السيف مش هيخرج لوحده ويقتل، إنما لازم أنا أخرجه، أي أفعل به. دايما علماء العربية والمتقنين لها يستخدمون حروف الجر بعضها محل بعض، كما يقولون القاعدة أن الحروف تتعاور بعضها محل بعض، يحل بعضها محل بعض. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وعلمها وتعلمها ولم يعمل به، ولم يعمل بها، لا تفيده إلا بالعمل، بل يسأل عنها يوم القيامة: لما لم تعمل؟ خلاص. ومثاله: لو أن لرجل حرارة ومرض صفراوي، لأن لرجل بمعنى الباء، برجل أي مريض، ده معنى ايه؟ حروف تتعاور. ان انا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي، اللي هو داء يسمى الصفراء، يجعل طعم الاشياء مر وما الى ذلك. يكون علاجه بالسكنجبين والكشكاب. ماشي؟ خليط من السكنجبين، هذا خليط من الخل، من خل وعسل، والكشكاب ماء الشعير. ماشي. طب اذا ما تعطاش الدواء فلا يحصل البرء الا باستعمالهما، اي استخدامهما، اي بالفعل بهما. فلا يحصل البرء الا باستعمالهما الدوائين دول، أي من الصفراء، مرض اسمه الصفراء، يجعل طعم الأشياء مر ولو العسل، فده علاجه بإيه؟
السكنجين لها والكشكر ماشي. كر مي دو هزار رطل بير بيماي خلاص. تامي نخوري نبا شدت شداي ماشي. ده ايه بيت شعر البيت من ال ماشي من اللغة الفارسية يعني. ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل، كما قال الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أي ما فعله. ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل، بأن تعمل بما علمت، كما قال الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أي ما عمل. فمن قال إن هذه الآية منسوخة بقوله عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 الحديث، فالمنسوخ هو هذا القائل. فمن قال إن هذه الآية منسوخة بقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 الحديث، رواه مسلم والترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ها يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أي ما فعله هو فقط ماشي. لكن إن هذه الآية مش منسوخة، هذه الآية ممكن تكون منسوخة، لا مانع لمن يرى نسخ القرآن بالسنة ماشي. هذا رأي خلاف الجمهور إلا أنه قوي جدا، يعني أنا أرجحه، لأن القرآن هل ينسخ تنسخ السنة القرآن؟ قول موجود ضعفه الأصوليون وقالوا لا، لكن القول ده قوي جدا له أدلة، ها مثل دليل الموجود في صحيح مسلم، ها كان فيما نزل من القرآن 10 أضعاف معلومات يحرمنا، حديث السيدة عائشة 10 أضعاف معلومات يحرمنا، قالت السيدة عائشة فنسخنا ب5 في السنة وما زالت تلك الآية تتلى في كتاب الله تعالى، لكن الآية مش موجودة في كتاب، نسخت أيضا تلاوة، فدي نسخت تلاوة وحكما خلاص. لكن في آيات نسخت بالفعل في الحكم وما زالت تلاوتها في القرآن كثير من الآيات، لأن البعض يدعي عدم وجود النسخ. لكن الآية دي مثلا دي نسخت أيضا في القرآن، مش موجودة في القرآن، وأنها نسخت ب5 رجعات معلومات يحرمنا. الحديث يقول إيه؟ فمن قال أن هذه الآية منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 الحديث، ها صدقة جارية، ها أو ولد صالح، أو علم ينتفع به، 3 خلاص. لأن العلم كل واحد هيتعلم هيرجع ثوابه للعالم ده اللي مات خلاص. والصدقة الجارية ما زالت جارية، من صفات الصدقة الجارية إن هي تستمر عمر طويل، فدول 3 أشياء إلا أنها في التفصيل 13 شيئا، ها يستمر أجرها إلى من فعله، منها من ورث مصحفا ومن أجرغ نهرا، فكل واحد يشرب النهر ده يروح له سواء، كل واحد يقرأ في القرآن ده يروح له سواء، ها من ورث نخلا، ورث نخل فطول ما النخل بتنتج والناس بتاكل منه يأخذ سواء إطعام طعام، من بنى بيتا لابن السبيل عابر السبيل، بنى بيت في الطريق اللي هو في الصحراء ليدخل فيه ابن السبيل فيستظل وقد يجعل فيه أكل وطعام ويبيت فيه ابن السبيل، فده له أجر مستمر طالما ده البيت موجود والناس بتدخل فيه وبتأكل وتشرب وهكذا. 13 شيئا ذكرها الإمام السيوطي في إيه، أو 10 أشياء ذكرها الإمام السيوطي في أبيات. فهنا بيقول ايه ان الآية دي وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أي سعيه هو فقط الذي فعله هو خلاص. إن هذه الآية منسوخة، فمن قال إن هذه الآية منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم
انقطع عمله إلا من ثلاث: الحديث، فالمنسوخ هو هذا القائد. ده القائد ده هو اللي منسوخ نفسه، ما ينفعش. لأن إيه؟ قلنا إن إيه؟ لكن دي استثناءات، ما من شيء في الكون إلا له استثناء إلا ثلاثة أشياء. ما من شيء في الكون إلا له استثناء إلا ثلاثة أشياء: إن الله بكل شيء عليم، فلا يند شيئا عن علم الله تعالى، مفيش حاجة معلومة لا يعلمها الله. خلاص؟ إن الله على كل شيء قدير، فلا يند شيء لا يقدر عليه المولى عز وجل. وإن كان هذا أصلا برضو مش استثناء، يعني أن القدرة، لو كنت درست توحيد، القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات والجائزات. فالقدرة لا تتعلق بالواجبات، قدرة الله تعالى لا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات. ها؟ لأنها ليست مجالا لعمل القدرة. المستحيلات ليست مجالا لعمل القدرة. هل يستطيع المولى عز وجل أن يجعل له ندا؟ ربنا يجعل لنفسه ند. لا تتعلق القدرة بذلك لأن ده مستحيل. خلاص؟ هل يستطيع المولى عز وجل أن يفني نفسه؟ أقول لك السؤال غلط، لأن هذا من الواجبات، واجب الوجود، لا 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 يلحقه عدم ولا يعني يحصل مثل ذلك يعني. فالقدرة تتعلق بالممكنات. الحاجة الثالثة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهنا لا يحيط أحد بشيء من علم الله تعالى إلا ما شاء الله له أن يحيط به، فمفيش حد يجي، فلا يوجد أحد يقول إن إيه أنا أحط بشيء ولم يعلمنيه المولى عز وجل، لا، كله داخل في إيه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هو سبحانه وتعالى. خلاص؟ فدي ثلاث أشياء، أما ما سوى ذلك في استثناءات كتير بقى، كل حاجة مستثناء. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ طيب. الناسخ والمنسوخ، ولئن كانت منسوخة فما تقول في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الآية مش منسوخة، ها، ده هو بناء، اللي يرجو لقاء الله بيعمل عمل صالح، ها، جزاء بما كانوا يعملون. هو هنا إن هو مترتب على العلم، على العمل ليس على العلم فقط. جزاء بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي عملوا الصالحات، يبقى العمل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبقى هنا إيه؟ ترتب العلم على العمل، وأنه علم من غير عمل يكون إيه؟ وبال على صاحبه. وما تقول في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس كلها أعمال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كلها أفعاله. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان قول باللسان، عمل، وتصديق بالجنان أي قلب، يبقى أعمال القلب، ها، وعمل بالأركان أي الجوارح. خلاص؟ عمل بالأركان أي الجوارح، فكلها أعمال، كلها. ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى، وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله وكرمه، ولكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسنين العاملين بالإحسان. ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى، دليل طلب الأعمال والتكليف بها من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم غير محصور. وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، ولكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، أي العاملين بالإحسان، العاملين برتبة الإحسان. ولو قيل يبلغ أيضا بمجرد الإيمان، قلنا نعم، لكن متى يبلغ؟ كم من عقبة كؤود تستقبله إلى أن يصل؟ الإيمان يقتضي أنك هتؤمن، والإيمان يقين، يقين بكلام الله تعالى،
وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تيقنت ذلك ولم تعمل به يبقى بطل يقينك هذا، لأنك أنت لم تلتزم الأوامر الشرعية. ولو قيل يبلغ أيضا أي الإنسان بمجرد الإيمان إلى الجنة إلى الجنان، قلنا نعم، لكن متى يبلغ؟ كم من عقبة كؤود، أي عقبة صعبة تستقبله إلى أن يصل أي إلى الجنان؟ أول تلك العقبات عقبة الإيمان، أنه هل يسلم من السلب أم لا؟ وإذا وصل يكون جنيا مفلسا. في حد معاه نسخ تانية؟ خائبا مش جنيا، ما مظبوط، يبقى دي مش جنيا، احنا بنعرف نقرا. صلحوا انها خائبا مش جنيا، حتى مكتوبه جنيا. ماشي. اول تلك العقبات عقبه الايمان، انه هل يسلم من السلب، من سلب الايمان ام لا؟ واذا وصل يكون خائبا مفلسا، ما معهوش اعمال. ها؟ ذلك بما كنتم تعملون. ماشي. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم. الله، الاقتسام في الجنة بقدر العمل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم. يعني بقدر العمل بتاعه يقتسم العمل. أيها الولد، أيها الولد، ما لم تعمل لم تجد الأجر، لم تجد الأجر. كيف تطلب الأجر وأنت لم تعمل؟ الأجر في مقابل العمل، قاعدة وضعها الله تعالى في الأكوان. حكي أن رجلا في بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة. عندك يجلوه؟ ها؟ أي يظهر حاله عند الملائكة. فأرسل الله تعالى ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به الجنة. فلما بلغه قال العابد: نحن خلقنا للعبادة، فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ قال: إلهي أنت أعلم بما قال العبد. فقال الله تعالى: إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن من الكرم لا نعرض عنه، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. تاني القصة وبعدين نعلق عليها. حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه أي يظهر حاله على الملائكة. فأرسل الله تعالى إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به الجنة. إن رغم كل العبادة دي 70 سنة أنت ما ينفعش لا تصلح للجنة. فلما بلغه أي بلغ العبد بلغ العبد قال العبد: نحن خلقنا للعبادة، فينبغي لنا أن نعبده، ينبغي لنا أن نعبد الله تعالى. فلما رجع الملك قال الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ قال: إلهي أنت أعلم بما قال العبد. فقال الله تعالى: إذا هو لم يعرض عن عبادتنا، طالما أنه ما أعرضش، طالما أنه لم يعرض عن عبادتنا ويتركها، فنحن من الكرم لا نعرض عنه، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. إن هنا العبد ده لما جاء الملك وقال له أنك لا تصلح للجنة، العبد بفضل مستمر على طاعة الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما علم الله تعالى استمراره
ومجاهدته أيضا في أن يستمر في العبادة، ها قال له أبشر بأنك إيه قد غفرت لك، ومع أن المغفرة دخول الجنة. القصة دي بتروى بطريقة أخرى، أن رجلا عبد الله 70 سنة، فأرسل إليه ملك يقول له، أرسل الله تعالى إليه ملك يقول له إن الله تعالى يقول لك إنك من أهل النار. 70 سنة عبادة، بعد كده برضو خش النار. فقال هذا ليس لي، إنما أنا شأني أن أعبد الله تعالى كما أمرني الله. فلما رجع إلى الله تعالى وأعلمه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما أخبر عبده، ها أنه إيه ليس الشأن له في الجنة والنار، إنما الشأن أن إيه أن يعبد الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ارجع إليه فقل له إن الله قد غفر لك، ومعنى المغفرة دخول الجنة. ماشي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، أو قبل أن توزن لكم كما ورد. خلاص، يبقى إيه وزنوا أعمالكم. طب لو معهوش عمل يتوزن وعنده سيئات، يبقى على طول يطرح في النار والعياذ بالله تعالى. وقال علي رضي الله تعالى عنه من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن، ومن ظن أنه يبذل الجهد أو الجهد بس يصل، ومن ظن أنه يبذل الجهد يصل فهو متعن. وقال علي رضي الله تعالى عنه من ظن أنه بدون الجهد يصل، بدون ما يبذل عمل، فهو متمن أماني وليست حقائق وليست رجاء. خلاص، الرجاء أن يعمل ثم يرجو الله تعالى، يبقى إيه في عمل. أما المتمني هذا يتمنى الوظائف الأمانية وهو لم يعمل شيئا، خلاص فهو متمني. ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل، إنه أنا هصل بعملي، فهذا متعنن، ده متعنت، أنت مش بعملك بل برحمة الله تعالى. ماشي، بل ان انت تحمد الله على توفيقه لك في الطاعات. الله. وعند ذلك نقول التوفيق هو خلق القدرة في العبد على الطاعة، ان يخلق الله تعالى في العبد القدرة على ان يطيعه، ولولا ان الله خلق في العبد القدرة على طاعته ما استطاع ان يطيع الله تعالى، بل هو تمكين من الله تعالى ونعمة منه. ولذلك ما من بكم من نعمة فمن الله، التمكين في الطاعة من الله، ده توفيق. طب والخذلان خلق القدرة في العبد على المعصية، فإذا لم يخلق الله تعالى في العبد القدرة على أن يعصي الله تعالى ما استطاع أن يعصيه. ماشي. طب والعصمة، أن لا يخلق الله تعالى في العبد القدرة على المعصية، لهم الأنبياء ما فيش عندهم قدرة على المعصية، ربنا لم يخلق لهم قدرة على المعصية، وده معنى العصمة، ها عدم خلق القدرة على المعصية، عدم خلق الله تعالى للعبد قدرة على أن يعصيه، ومن هذا التوفيق أيضا، ومن هذا الحفظ والعصمة. قال الحسن رحمه الله تعالى طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. وقال الحسن أي البصري، زي ما نطلق الحسن كده ها يبقى إيه البصري. وقال الحسن رحمه الله تعالى طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. وقال علم الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. عايز تعرف حقيقة الأشياء إنك تترك ملاحظة العمل بعد انقضائه، لكن قبل ما انا اعمل لازم هاخذ اسباب. هصلي، يبقى هم اتوضى وصلي واعرف اركان الوضوء واركان الصلاه وابتدي ايه واخلصها. اما خلصت بقى ما تنظرش للعمل ده، خلاص انتهى وذهب الى ربه، ها وتسال الاجر عليه والقبول من الله تعالى. ترك ملاحظه العمل. طيب علم الحقيقه، حقيقه العلم انك ترك ملاحظه العمل، تترك ملاحظه الاعمال بعد انقضائها، مش ايه
مش قبل انقضائها. قبل انقضائها يجب تلاحظ الأعمال والأركان والأسباب والموانع والواجبات وما إلى ذلك، ها، والشروط، وتفعل ذلك. وبعد ذلك ما تنظرش العمل، بعد ما قضيت العمل لا تنظر إليه، إنما تسأل الله القبول، وإنك أنت لما وفقت إلى ذلك قد توفيق الله تعالى، يعني ليس هناك شيء أنا فعلته إلا أن الله أقدرني. وقال أي الحسن البصري أيضا: علم الحقيقة ترك ملاحظة العمل، لا ترك العمل، مش بترك العمل نفسه، يعني مش أنا ما أتوضاش ولا أصلي، لا، هتوضى وأخد الأركان وأخد الأسباب بتاعتها، وأصلي وأخد الأسباب بتاعتها، وبعد كده ما التفتش لملاحظة تلك الأعمال، فإنها ذهبت إلى ربها، ونسأل الله السلامة في القبول والإخلاص وما إلى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، في رواية وتمنى على الله الأماني، رواه الترمذي وابن ماجه عن سيدنا شداد بن أوس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس أي الفطن الرسين من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، أو عمل أعمال، لكن العمل دايما لازم يكون بناء على العلم، ماشي، يسبق العلم العمل. والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. هذا كلام يتضمن جميع الطوائف، الأولياء والصالحين والصديقين والعوام، إن كله لازم يعمل بما وضع فيه من الأسباب وبالطاعات التي أمر بها بقدر إمكان، حتى الصديق يفعل ذلك. طيب، والأحمق من أتبع نفسه هواها، ربنا هيدخلني الجنة وهو ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيعمل أي حاجة، ما ينفعش، ماشي. وتمنى على الله الأماني، ده نوع من التمني وليس رجاء. الفرق بين التمني والرجاء أن التمني مبني على عدم العمل، والرجاء مبني على العمل، إن أنا عملت وأرجو من الله القبول وأرجو من الله العفو وأرجو من وهكذا. أيها الولد، كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب، وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه. أيها الولد، كم من ليال أحييتها، أنت أحييت ليالي كثير وسهرت فيها بتكرار العلم ومطالعة الكتب، بتكرر العلم وتطالع الكتب، وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه. هل إيه الباعث، أي ما مقصدك وما نيتك، الباعث على العمل، ما نيتك، ها؟ إن كان نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء، فطوبى لك ثم طوبى لك. أنت لذلك إيه؟ قلنا الله مقصود الكل، فتقصده في أعمالك كلها، ها؟ وتخلص نيتك، الإخلاص، تخليص النية من الشوائب التي تتعرض لها. خلاص، يجي رياء، يجي سمعة، يجي كبر، يجي عجب، يجي ده أنا الأنا، يجي الأنا، أنا فعلت وأنا فعلت، ده خطر، خطر جدا. لكن إيه؟ إن كان نيتك نيل عرض الدنيا، نيل عرض الدنيا عشان الناس تقول ده عالم، أول من تسعر به النار ثلاثة منه: عالم لم ينتفع بعلمه، وجذب حطامها أي حطام الدنيا، بأنك أنت تتكسب من وراء ذلك، إما بمدح الناس تمدحك أو تعطيك مال أو ما إلى ذلك، وتحصيل مناصبها، قاضي القضاء، شيخ الإسلام، العالم الفلاني، الشيخ الفلاني،
والمباهات على الأقران والأمثال أنا أكثر علما منهم. الأقران والأمثال لا ولا حاجة. فويل لك ثم ويل لك. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصد امتثال أمر الله تعالى وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ودي أعلى المقاصد التي يثاب عليها الإنسان، امتثال الأمر لقول الله تعالى سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. امتثال الأمر ده أعلى درجة في الثواب والقرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهذيب أخلاقك، أنك عايز تربي نفسك، ها تهذب نفسك، ها وتصل إلى الله تعالى عن ذلك الطريق، ها وكسر النفس الأمارة بالسوء، ها وأن ترقيها في مدارج النفس، سلم النفس، فتكسر النفس الأمارة بالسوء حتى تصير نفس لوامة، ثم تصير بعد ذلك نفس ملهمة ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، دي النفس الملهمة، ثم بعد كده النفس المطمئنة، ثم بعد كده النفس الراضية، ثم بعد كده النفس المرضية، ثم بعد ذلك النفس الكاملة. دي مراتب النفس التي تتدرج فيها النفس. فطوبى لك ثم طوبى لك. الله الله. وقد صدق من قال سهر العيون لغير وجهك ضائع، وبكاؤهن لغير فقدك باطل. سهر العيون، هي طبعا قد يكون دي في الحب أو في العشق وما ذلك، لكن هي نحملها على المولى عز وجل. سهر العيون لغير وجهك الكريم، يبقى السهر ده ضائع، لازم يكون سهر العيون لوجهك الكريم. وبكاؤهن لغير فقدك باطل، تبكي من الخشوع والخشية والخضوع والذل والعبودية والمسكنة والفقر إلى الله تعالى، فكل غير ذلك البكاء ده باطل، لا ثواب له فيه إلا لو كان لهذه الأشياء. أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به أو مجزي به. عش ما شئت فإنك ميت طبعا، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الولد، أي شيء حاصلك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضيع العمر بجلال ذي الجلال؟ أي قال أيها الولد، أي شيء حاصلك، ما تحصلت عليه أو ما حصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف، وقلنا لو كل العلوم دي كانت مقصودة بها الله تعالى ونشر تلك العلوم، ها يبقى دي وإنها من الشرع الشريف خلاص صح مقصده، المقصد صحيح. والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض، علم العروض في الشعر، والنحو والتصريف غير تضييع العمر بجلال ذي الجلال. بجلال ذي الجلال ده قسم، هو بيقسم عليه ايه اللي انت حصلت عليه بحق الله تعالى عليك من هذه الأشياء. قلنا إلا لو كانت نيته ايه، نشر العلم، التعلم في ذاته، قربة لله تعالى وما إلى ذلك، فهذا إن شاء الله ناجي. إني رأيت في الإنجيل عيسى عليه السلام قال من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله تعالى بعظمته منه 40 سؤالا، أوله يقول الله تعالى عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة،
وكل يوم ننظر في قلبك. يقول الله تعالى: ما تصنع بغيري وأنت محفوف بخيري، أما أنت أصم لا تسمع؟ قال: إني رأيت في الإنجيل عيسى عليه السلام قال: من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة، أي فوق المحفة، إلى أن يوضع المحفة اللي هي الصندوق الذي يوضع فيه الميت، إلى أن يوضع على شفير القبر، أي على طرف القبر قبل إنزاله، يسأل الله تعالى، يسأل الله تعالى بعظمته منه 40 سؤالا. ربنا بيسأله 40 سؤال، يسأل الله تعالى بعظمته منه 40 سؤالا، بيسأل الميت 40 سؤال. أوله يقول الله تعالى: عبدي طهرت منظر الخلق سنين. انت بتنظر، ده لو هو حسن النية، انك بتنظر للخلق على انهم طاهرين، خلاص طهرت منظر الخلق سنين، عدت سنين عمرك تنظر للخلق بانهم طاهرين وناس حلوين قوي، ده يا ريت كده، ده احنا ننجو. احسان الظن بالناس، حسن الظن ده جميل. ها، وما طهرت منظري ساعة، يعني هو كقول بعضهم، ها، وكل يوم ننظر في قلبك، وانا بنظر في قلبك كل يوم وانا خالق الخلق، ها، فانت ما طهرتش منظري. معنى تطهير منظر الله تعالى هنا كناية عن تعظيم الله تعالى، انت ما التفتش لتعظيمي، التفت لتعظيم الناس، ها، وتطهيرهم من الدنائس، ولم تلتفت الى تعظيم الله تعالى. اي قلبك غائب عن الله تعالى، ها، فلازم يكون عندك حضور قلبي مع الله تعالى، ماشي، انك دايما تراقب الله تعالى فتجعله ايه اول الناظرين، كما ورد: ها، فلما تجعلني يا ابن ادم اخر الناظرين اليك. اخر حاجه بقى اما بتقرص اقول يا رب وارجع لله، لا، المفروض من الاول عشان ما تقعش في الحاجات دي، ها. وما طهرت منظري ساعة، ما نظرتش إلي، لما كما يقال لما جعلتني آخر الناظرين إلي. في الآخر لما تبتلى ابتلاء شديد ترجع تقول يا رب هو في إيه؟ ما أنت ما بقولتش يا رب قبل كده، ها، قول يا رب من الأول تانجو. آمين يا رب العالمين. وكل يوم ننظر في قلبك وأنا الناظر إليك سبحانه وتعالى، بينما الناس لا ينظرون إليك وأنت تنظر إليه ومنشغل به، خلاص فانشغل بالله. يقول الله تعالى: ما تصنع بغيري، أنت هتصنع بالناس إيه؟ ها؟ وأنت محفوف بخيري، أنت محاط بخيرات الله تعالى ونعمه. أما أنت أصم لا تسمع، أنت مش سامع ومش شايف، ها؟ وهنا التدرج في تدريب النفس على حاجات، أن تعلم أن الله هو القاسم والعاطي على الحقيقة، فسأل الله كل شيء قبل أن تسأل أحدا من الخلق، ده تدريب للنفس كده بينك وبين قلبك، حتى لو عايز تشرب كوباية مية خلاص، بس على تدريب صعب ده، بس هيوصل لدرجة عالية من الولاية لو استمررت عليه حتى يصير حالك. عايز تشرب ميه تقوم تعمل ايه؟ يا رب اسقيني ميه كده في قلبك، فلان هات لي كوبايه ميه. سالت الله الاول وهو المسؤول على الحقيقه، وبعد كده اخذت بالاسباب، فحاول تقدم المسبب على الاسباب دايما وانت بتتدرب كده اهو، ها، يا رب انا جعان عايز اكل، اطعمني يا رب، وبعدين تروح بقى فلان انت عندك اكل، او تروح تشتري من الاكل من الـ من الـ من البقال او المطعم او ما الى ذلك. يبقى الاول تسأل الله بقلبك، ده تدريب نفسي كده حاول تعمله، هتلاقي نفسك قلبك رق جدا وبقى فيه قرب من الله تعالى، خلاص، انك تسأل الله اولا ثم اخذ بالاسباب بعد ذلك، بس المسؤول على الحقيقة هو الله وهو الذي يسبب الاسباب. ما تصنع بغيري وانت محفوف بخيري، اما انت اصم لا تسمع او اعمى لا تبصر،
أو ليس لك قلب تعي به. أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بلا علم لا يكون. ممكن حد معاه الموبايل قدي لسه صحيح. أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، تتعلم بدون أن تعمل، هذا يعني يكون نوع من أنواع النفاق. ها، وخصوصا إن إيه يعني إذا قارن العلم العمل ولو قليل كان ذلك سبب نجاه، أما إذا كان علم لمجرد العلم كده دون أن تعمل بما تعلم، خصوصا الواجبات والأركان والأسباب والموانع وما إلى ذلك، دي اللي موجودة في الشرع، ده العلم بما عمل جنون، كما ورد في الحديث، حديث أول من تسعر به النار ثلاث، خلاص ده عملوا لكن إيه أعمالهم غير مقبولة. طب ما بالك بقى لو ما كانش عامله كمان، او بيعمل رياء وسمعه للناس، تبقى مشكله. علم بلا عمل جنون، هيؤدي الى ايه؟ مراءاه وما الى ذلك. والعمل بلا علم لا يكون، العمل من غير علم جهل، خلاص عمل باطل. اذا لم نراعي الاركان والواجبات ها والشروط والاسباب، ها إذا لم نراعي هذه الأشياء في العبادات بطلت العبادات. واعلم أن علما لا يعيدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلم الذي يولد الخشية هو ده العلم الحقيقي، العلم الحقيقي هو العلم الذي يولد الخشية من الله تعالى. واعلم أن علما لا يعيدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة، إذا كانش العلم يدفعك إلى ترك المعصية وإلى العمل بالطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعمل صالحا، فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء. الله. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية، لم تتدارك ما فاتك في الأيام الماضية من الأعمال، تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعمل صالحا والعياذ بالله تعالى، فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء، أنت جيت من هناك عايز ترجع تاني؟ أنت أحمق، خلاص أنت أتيت من هناك. أيها الولد، اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن، لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة حتى تصل إليهم. الله 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 الله. إياك ثم إياك أن تصل إليهم بلا زاد. الله. اجعل الهمة في الروح، يعني اجعل ايه علم الهمة ده، خلي عندك همة قوية جدا للعمل ولو لشيء انت تعتقد انه مستحيل. ما فيش حاجة مستحيل، المستحيل مسألة واحدة بس وهي التناقض العقلي، ها، ان يجتمع الشيء وضده، ها، من كل الجهات، اللي هو تعريف الايه التناقض. التناقض هو ايه؟ امران احدهما وجودي والاخر عدمي، ها، لا يرتفعان ولا يجتمعان، مش ممكن الاثنين يرتفعوا الا من حيث الشأن، ممكن يرتفعوا من حيث الشأن، ماشي،
يعني ما اديك امران، احدهما وجودي والاخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان من حيث الشأن. اقول اننا هصف رجله، هذا الرجل عالم وجاهل في نفس الوقت، او عالم وغير عالم، من معنى العدمي اللي هو غير. هذا الرجل عالم وغير عالم في هذه اللحظة، ها، من كل الجهات بهذه المسألة، لا تناقض عقل، إما هو عالم أو غير عالم، فهذا لا يرتفعان ولا يجتمعان. جعل نسخ هذا، اجعل الهمة في الروح، فاشحذ همتك دائما بأنها تكون إيه، لها اطلاع ولو لشيء هو مستحيل عادي، لكن ربنا قادر، ربنا قادر على المستحيل العادي. المستحيل العادي ده اللي هو مبني على العادة، ها، فربنا قادر عليه، لكن المستحيل العقلي لا، خارج قدرة الله تعالى، لأنه داخل في قسم المستحيلات. خلاص، والقدرة متعلقة بالإيه، بالممكنات والإيه، وبالممكنات فقط. والهزيمة في النفس، اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس، اهزم نفسك دايما، خالف النفس والشيطان وعصيهما، وإن هما محضاك النصح فاتهم. يعمل خلاف ما تأمرك به نفسك. والموت في البدن، اجعل موتك في بدنك. يقولون فلان عبد الله تعالى حتى اخضر بدنه، يعني بقى فجوع ومش قادر يتحرك ولا حاجه، وايه بقى ايه، لان منزلك القبر، واهل المقابر ينتظرونك في كل لحظه حتى متى تصل اليهم. بالفعل قد يكون قد يكون الارواح الهائمه من ارواح المؤمنين والصالحين ينظر اليك ويطلع على عملك، لكن مش كل الناس لها أرواح هائمة، أو مش كل الأرواح الهائمة تستطيع أن تطلع على عملك أنت في الدنيا، لكن أهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم، متى ستصل إليهم. إياك ثم إياك أن تصل إليهم بلا زاد، والزاد هو العمل، وكذا تركيز الشيخ كله على العمل. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: هذه الأجساد إما قفص الطيور أو اسطبل الدواب. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: هذه الأجساد الأبدان إما الأرواح فيها على حالتين، إما قفص الطيور فتطير، أو اسطبل الدواب إيه اللي هي بتنزل للحضيض. ماشي، فتفكر في نفسك من أيهما أنت، هل أنت من الطيور ولا من الحمير والدواب؟ إذا أسفل سافلين أو أعلى عليين. فتفكر في نفسك من أيهما أنت. نردد الأذان وبعد نكمل إن شاء الله تعالى الفصل ده.
قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: هذه الأجساد إما قفص الطيور أو اسطبل الدواب. يعني إما روح علوية وقلب علوي اللي هي إيه؟ قفص الطيور، أو اسطبل الدواب يعني روح سفلية ونفس سفلية. فتفكر في نفسك من أيهما أنت. إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبل ارجعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الله الله الله، رواه البخاري. إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبلي أي صوت النداء ارجعي إلى ربك راضية مرضية تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن عمار بن معاذ. التأويل الجميل جدا لاهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ أن الموتى اهتز فرحا بمرور روح سعد بن أن الإيه؟ أن العرش اهتز فرحا، فرح بإقبال روح سعد بن معاذ على الجنة. يعني يبقى اهتز عرش الرحمن أي فرحا لموت سعد بن معاذ. والعياذ بالله تعالى: إن كنت من الدواب، كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. فلا تأمن أي لا تطمئن أن تنتقل من زاوية الدار، ركن الدار، إلى إيه؟ زاوية الدار يعني جانب الدار أو ركن الدار، إلى هاوية النار، والعياذ بالله تعالى. وروي أن الحسن البصري رحمه الله، وده كله مبني على الأعمال برضو، وروي أن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أعطي شربة من ماء بارد، فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له: ما لك يا أبا سعيد؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله تعالى أو مما رزقكم الله. وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة من ماء بارد، فلما أخذ القدح أي الإناء غشي عليه أي أغمي عليه وسقط من يده أي الإناء، فلما أفاق قيل له: ما لك يا أبا سعيد؟ دي كنية سيدنا الحسن البصري. قال: ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة: إن أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ونقف عند هذا القدر، ودي حاجة اسمها الواردات، إن يرد عليك شيء لطيف نتيجة موقف أو قول أو رؤية شيء. الواردات دي مهمة تهتم بها، وهي ما تكون غالبا بعد الذكر. إذا ذكرت الله يأتي لك وارد بعد ذلك، غالبا ما يأتي لك وارد. والواردات دي مثلا زي إيه؟ من الواردات القولية مثلا أن رجل من أهل الصلاح سمع رجل يمر في السوق يقول: سعتر بري، سعتر بري، زعتر بري نبات. فتقع في إذن هذا الرجل الصالح: اسعى ترى بري،
يا عبدي اسعى ترى بري، فتقبل رسائل الله تعالى اليك بهذا المعنى. احنا بنتكلم في التصوف دلوقتي، فايه؟ اسعى ترى بري، فتواجد يا رب برك يا رب. خلاص. واحد تاني برضو في السوق برضو ماشي يقول لم يبقى الا واحد، فتواجد وقال وهل بقي الا الواحد سبحانه وتعالى. الله. فايه يعني؟ حاول لما تجيلك رساله كده استقبلها واستبقيها، لانها فيها ايه؟ هو ده المراد من الكون كله، انك يحصل عندك في قلبك الخشوع والخضوع والذل والعبوديه والمسكنه والضعف ها والفقر الى الله تعالى، وانك تحس انك عبد لله تعالى. ها ممكن ده شرف انك تحس انك عبد لله تعالى، لكن ايه؟ اجعل بينك انك نفسك الاماره بالسوء دي خليها تحت ايه؟ رجليك. ماشي؟ وقف عليها حتى تفطسها ونخلص منها. والله تعالى اعلى واعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين على ما اولى وابتلى وافاض واعان وحفظ وعصم، فله الحمد والمنه وله الشكر على النعمه. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.